الرحمن الرحيم. طلاب اليوم أيضا راح تكون محاضرتنا عن تجميع المساقط ورسم الايزومتريك. والمساقط هنا واضحة أمامنا، بس خلينا نشوف الأبعاد والتفاصيل. بالنسبة للتوب، عرض القاعدة من الأمام 60 مليمتر ومن الجانب 40 مليمتر. بالنسبة للفرونت كلش واضح الشكل، عبارة عن قاعدة ارتفاعها من الأسفل 10 مليمتر، وبعدين تكون مستوية مسافة 30 مليمتر، وبعدين يجينا سطح مائل يصعد إلى الأعلى، من الأعلى عرض التوب 10 مليمتر. نعم، الارتفاع الكلي للشكل 60 مليمتر، وأكو بوكس. هذا البوكس جاي على القاعدة ارتفاعه 30، وعرضه هنا واضح عندنا بالسايد 15 مليمتر، ويجي يتقاطع أو يتداخل مع السطح المائل. خلينا نشوف شلون راح نرسم. احنا عندنا اعتيادي، احنا محولي على الأورثو، وراح نبدأ لاين. هنا عادي نقدر ما نرسم بوكس، عادي ناخذ العرض 40 ومن الأمام 60 إلى الأعلى 60، وعشرة مليمتر. هنا راح نقطع لأن راح يجينا سطح مائل، نكمل من الجهة الثانية إلى الأعلى 10 مليمتر، ومن هنا عندنا 40، وبهذا الاتجاه عندي 30 مليمتر، ونوصل مباشرة عندنا سطح مائل. أوكي، نكمل تفاصيل هذا الجزء وبعدين نرسم البوكس. 40 وعشرة، نعم بالأسفل، هنا أيضا عندنا 40، ونوصل. راح نحتاج هذا السطح، نرجع من الأسفل. هسه راح نرسم البوكس على بعد 10 مليمتر. تبدأ حافة البوكس، اشقد عرض البوكس من السايد؟ عندنا 15، وهنا عندنا 30 ناقص 10 20. نعم، الآن نكمل تفاصيل البوكس. من الأعلى ارتفاع 30، ومن هاي الجهة عندنا 15، وننزل إلى الأسفل. نعم، الحافة العليا للبوكس هذه موجودة عندنا، يعني معلومة من الأسفل عندنا 20 مليمتر هاي المسافة، بس من الأعلى هذه مجهولة غير معلومة، فينبغي أن أطلع نقطة التقاطع ما بين السطح المائل وما بين السطح العلوي لهذا البوكس. هنا طبعا إذا أخذت هسه خط، حتى لو عكست الاتجاه ما راح يتقاطع ويا، ما عندي نقطة تقاطع مع السطح المائل، فممكن هنا بس هاي الخطوة راح نحول على البولار القطبي، لأن القطب راح ينطيني هذه الخاصية، بس أروح على أي مستقيم موازي وأحصل على علامة التوازي. نعم نعم، هذا هو الخط الموازي، وهذا هو الأكس اللي مثلنا نقطة تقاطع السطح العلوي للبوكس مع السطح المائل، هذا هو. الآن أقدر أرجع على الأورثو وأكمل الشكل. هنا عندي 15، أكمل آخر خط راح يكون توصيل. نعم هذا هو، اكتمل الشكل. بس احنا راح نترم حتى نمسح الأجزاء الداخلية الزايدة، راح نمسح هذه. اوكي، وهذا نقدر نسوي الديليت. نعم، الآن مرحلة الأبعاد، ناخذ الأبعاد من الأعلى عرض القاعدة، ونكمل
ارتفاعات، ارتفاع القاعدة السفلى، وهاي المسافة ايضا خليها، وطول من الاسفل قاعدة. اوكي، بعد عندنا انا لقيت خط هنا عندنا ناقص، ممكن هنا نكمله ابعاد مثل ما ذكرنا المحاضرات السابقة، نقدر نعدلها بالامر اوبليك ونأشر ونعطي الزاوية الصحيحة. اوكي، نكمل بقية الابعاد. ونعطي الزاوية الصحيحة، نعم، وأكمل الباقي. بعد عندنا بس هاي 30، نعم. الآن اكتمل الشكل واكتملت الأبعاد، وشكراً.